اللي يعرفوا لها على بالهم باللي رمضان في الجزائر ريحته وحدها، فيه اللمة والمعاونة حضرة، وفيه البنة مع تشيزي دايمة. رمضان مع تشيزي تعرفوا لها. جماعة لازم ننقيو الكوزينة. نعمي الدهون نقدروا لهم، على بالي راكم عياني بصح، نديروا اليد في اليد ونقيوها نرجعوها تلمع. الطاشات صعب بزاف، وين ما يكونوا نقديو عليهم ونبقاو ديما واقفين. الخاوة وشنو هي خدمتنا؟ ليدون حبس علينا السينما ديالك مع أجل دي كابفور، درك سير بلاس نفروها. أجل دي كابفور بالقوة المضاعفة اللي تزيل الدهون وين ما تكون. أجل سهلة ما تصعبهاش. انتخب منتوج العام للسنة الثانية على التوالي. ياسين وش بيك؟ أكتبان مقلق هاد اليامات. بيان سور مقلق، كنا في داري ما لاباس علينا، فريجيدار كاين، كوزينيار كاين، كلش كاين. دوكا بحكايه الكرا تاعك هادي ما كان والو. دوك نقول لك، الصباح جابوا لنا في الخدمه بالي دو بحر. شنو هذا بالي دو بحر؟ يديروا لا فونت بار فاسيليتي. تاع الكوزينيار وكلش. وي مليحه هادي. معليش كوزينيار والعفايس هادو تاع الكترومناجي فريناها، ولي مبل منين راح نجيبوهم؟ كيف كيف بار فاسيليتي ثاني. يخلص مالا روح يديريها انتيا بيسك جاو عندكم. انا تاع الفايس تاع البنكه ولا ما نروح لهمش، خاطيني جوستمون يديروا ميم لي بارتيكولير سا دير حكايه لا بنك والكوارد هادي ما كاش. هادي مليحه. وقتاش نروحوا؟ دوك هيا. في قصر البحار خير واختار وعمر الدار. يقدم لكم هذا البرنامج برعايه تشيزي. رمضان مع تشيزي تعرفوا لها. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أجل. أجل اللي يهمنا هو أنتوما. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية بارج بحار. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حصتكم كوزينة 2.0 على قناة البلاد. اليوم جبنا لكم غوسيت سهله مهله، ديروها تمتم ما تخمر ما تعيور وحديكم ما والو. دونك لا غوسيت تاعنا واش فيها؟ فيها كاس تاع حليب، نص كاس تاع الماء، لازم يكونوا دافيين بين زوج. عندي هنا مغرفه كبيره خميره تاع الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، ونسحقوا الملح بيان شو، والفرينه نطبموا كلش بالفرينه ونخلوها تريح 10 مينوت لو طون نوجدوا لافارس تاعنا. لافارس تاعنا واش فيها؟ بالسلق. على بالي بلي السلق بزاف ناس يحبوه وبزاف ناس تاني ما يحبوش، دونك راح نديروه بطريقه اللي حيولو كامل يحبوه. السلق غسلته بيان شو ونقيته. نعطيكم برك استيوس ديروها في السلق، اللي هي كي تكونوا تغسلوا ابري ما تقطعوه كامل، نحولوا هذوك الغصان تاوعو اللي يكونوا خشان باش يطيبوا لكم تمتم. ومن بعد واش ديروا له في الماء؟ شلوه تخي تخي بيان، ديروا له الخل. علاش نديروا له هذاك الخل؟ لقناش الخضوريه باسكو كاين ناس يفوروه، كاين ناس يغليوه، كل واحد كيفاش يدير له. وشتو هذاك الماء تاعو يولي خضر، دونك واش نديرو؟ انا دوكا راح نقليه ديريكتومون في المقله، حيدبال حيطلق روحو. نديرو له مغرفه تاع خل ولا زوج مغارف، شلو مليح في الماء وخلوه يقطر. راح نحي كامل هذيك الخضوريه ويعني ديزانفيكتا كامل، اون بليس كش ما يكون فيه ولا راح يروح كامل. فوالا دونك هذا بالنسبه للسلق، راني حنديرو في المقله، خليه يدبال شويه بيان سور مع شويه تاع الزيت. تقدروا ديروا ثاني الزبده يجي بزاف بنين، ونديروا فيه شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع قزبر مرحي، ونزيدوا معهم الملح بيان سور. فوالا. وعندي ثاني لاباط تاعي باردون، راني حنبادي جونيها من الفوق بصفار البيض، وندير لها خليط ما بين الجلجلان والسانوج، ونستعمل بيان سور تشيزي كويستو ادام. وراح نستعمل ثاني لي سلايس. شوفوا لي سلايز في لي فارس تاعكم ولا في العجين تاعكم راح يعطوكم بنه بزاف هايله. شفتوا هذاك الفرماج اللي يشوفوه يدوب ويتلاصق؟ دونك لي سلايز راح يعطوكم نتيجه روعه هايله، ننصحكم باش تجربوهم. دونك نبداو هنا افون ما نديرو لا فارس تاعنا، نروحو نديرو لا بات لو طون اللي تريح، ونعاودو نوليو ليها. نجيب برك بول فوالا، نخليو السلق تاعي من هنا
انا وحده من الناس اللي نحب بزاف السلق، نحب بزاف الخضره، نحب بزاف ناكل هاد العفايس، مي بناتي ما يحبوش ياكلوهم، دونك نسييهم بكامل الطرق، بكاع الطرق، باش هكا نسيي ندخل لهم كيما بالكم السلق فيه فوائد بزاف لا تعد ولا تحصى. دونك واش راح نديرو هنا؟ راح ندير الحليب فوالا، ونلبس لي غون تاوعي. انا الحليب هنا دفيتو، نتوما في الدار دفيوه، ما تسخنوش بزاف، لانه لو كان سخنوه بزاف راهو راح يحرق لنا الخميره تاعنا وما تطلعش فوالا. سورتو كي عندنا الزيت وراح نديروه مع الاول. شوفوا الزيت كي تكون كميه كبيره ما ديروهش في الاول، خلطوا الخميره تاعكم مع الحليب ولا الماء ولا على حسب لا روسيت تاعكم، ابخي خلوها تتفاعل مده 10 دقائق ولا 5 دقائق هكاك، ومن بعد ديروا الزيت، لانه كان ديروا الزيت في الاول راهو رايح يغملنا هذيك الخميره وما تطلعش، ولا طلعت تطول لكم، تاخذ لكم وقت بزاف بزاف. دونك هنا درت كاس تاع حليب دافي، وهنا نزيد عليهم نص كاس تاع الماء، نفس الكاس اللي كيلت به الحليب هو اللي كيير به الماء. ومن بعد واش نروحوا نديروا الخميره، مغرفه كبيره، نزيدوا معاها مغرفه كبيره تاع السكر، دائما الخميره يتبع موراها السكر باش تتفاعل، لانه لو كان ما نديروش معاها السكر ما راهيش حتطول لنا بزاف. دونك هذاك السكر يخلي الخميره تتفاعل. هنا عندي 5 مغارف كبار تاع الزيت، هاني حنديرهم، ماشي كميه كبيره، كي تكون عندكم باغ اكزومبل كميه كبيره، كيس باردون كاس ولا ما اللي تخافوا يغملكم الخميره تاعكم فوالا. دونك هنا واش نروح ندير؟ نزيد عليها الفارينه. هنا الفارينه عينكم هي ميزانكم، سا ديبون الفارينه اللي تستعملوها، كاين فارينه تشرب كاين فارينه ما تشربش، كل واحد واش من الفارينه اللي يستعمل. دونك توجور انا في الفارينه ميم سي يكونوا مقادير مضبوطه، تروحوا معاها غير بالعقل، وراكم تعجنوا وتشوفوا ومن بعد تمسوا. وجينيرالمون لي بات اللي يكونوا ناجحين وملاح اللي ما تكونش فيهم بزاف فارينه، هذوك اللي يقعدوا يتلاصقوا في اليد فوالا. دونك هنا شوفوا مازالها جاريه، اوتوماتيكمون راني حنزيد لها، ولا خصني نزيد ندير خميره باردون الفارينه وحده اخرى. هنا ندير شويه تاع الملح، الملح تاني عنده دور كبير كبير في لي بات، دونك هما هو اللي يخليهم يحمروا، يخليهم يجيو تاني تمنفخين، يعطيهم هذيك الخفه فوالا. دونك نعجنها هنايا شويه هكذا. هنا راني نشوف باللي الخليط تاعي مازال يخصو الفارينه، دونك نزيد له شويه تاع الفارينه فوالا، ونبدا ندير غير بالعقل. هنا كنت وجدتها خفت ما تكفينيش هذيك الكميه، ونبدا هنا نعجن غير بالعقل. كي تشوفوا لاباط تاعكم بدات تشرب روحوا مع الفارينه غير بالعقل، لانه لو كان تزيدوا مغرفه فوق حسابها راهي راح تجيكم يابسه. ولاباط تاعي بزاف سهله وهايله وتجي خفيفه، وبليس حاجه اللي مليحه فيها ما تخمرش. نعاود نذكركم بالمقادير، فيها كاس تاع حليب دافي، فيها نص كاس تاع الماء، وفيها مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، ونخلطوهم كامل كيف كيف. ومن بعد نزيدو الفارينه والملح بيان سور، الملح دائما سيو ديروه مع الاخر، لانه هو تاني كان يتخلط مع الخميره راهو رايح يخسرها لنا فوالا. دونك هنا نعجن تخي تخي بيان حتى نتحصل على اون بات اللي تكون طريه او ميم طون شايده روحها وتتلاصق شويه في اليد فوالا. شوفوا انا كيفاش جات هايله، نطمها لازم تخي تخي بيان وما تخمرش. دونك لو طون اللي نوجد لاباط تاعي راهي رايحه تريح لي ميم با 10 دقائق ولا خلاص فوالا. شوفوا لا تيكستور تاع لاباط كيفاش تكون، شوفوا طريه و ميم طون حاكمه روحها هكا. واش ندير دوكا؟ نحطها ونخليها تخمر، ونروحو نديرو لا فارس تاعنا، نمسحو برك لو بلون دو طرافاي هكا باش نخدمو في بلاصه نقيه. الفارينه اللي حنسحقها ومن بعد كي نبدا نحل باش ما تلصقليش تاني في لو بون دو طرافاي تاعي هكذا. نشعل نديرو الزيت، قلت لكم هنا تحبوا ديروا الزيت ولا زبده ولا، حتعطيكم نتيجه بزاف هايله. ندير شويه تاع الزيت ونحط هذاك السلق ونخليه يدبال فوالا هكا. دوك وحده تشوفوه دبال، سيو ايفيتيو هذوك الغصان تاعو باش ما يتجرحوا لكمش لاباط، ديروا غير الورق اللي من الفوق هذا ما كان. دونك نخليه نعاود نبلاصي لي غون باسكو ما نقدرش نخدم بلا بيهم فوالا،
ونخليه يدبل. بعد ما يدبل لي بيان سور راني حندير عليه. عندي هنا لي زيرب دو بروفونس ولا اعشاب عطريه ولا زعتره ولا كل واحد واش كان عنده في الدار. يعني ماشي ضروري صح يمدوا بالنا بنينه، مي ما راهمش فريمون ضروريين، تحبوا ديروهم تحبوا لا لا. وعندي ثاني تفلفل الكحل، قزبر مرحي انا نستعمله بزاف. شوفوا في الوصفات تاعي نعتمد بزاف قزبر مرحي لانه يجي بزاف بنين ويمد لنا بنه هايله ماشي كيما اللي والفناه. دونك هنا نخلي السلق تاعي يدبال، من بعد نبدا نزيد له في لي زيبيس. لو كان ندير له لي زيبيس دوكا هذوك لي زيبيس حيروحوا كامل مع الماء اللي حيطلقهم لي. فوالا دوك تمتم راكم حتشوفوه بدا يدبل، غير نشوفو دبل نبدا ندير له في لي زيبيس باش يجيني ايبيسي، يجيني بنين، يجيني هايل. فوالا ولاباط تاعي راهي تريح. شوفوه ميم با مازال هاي قدامكم، شوفوا كيفاش بدات تطلع. سي بور سا ما نخلوهاش تريح بزاف. فوالا ميم السلق تاعي شوفوه بدا يدبل. والسلق السلق انا نقولو ما فيهش الخير، لان قد ما ديري راهو حيحبط، قد ما ديري ما يبانش. دونك انا نكمل ندبل السلق تاعي، ندير فيه لي زيرب دو بروفونس، ندير فيه فلفل الكحل وقزبر مرحي والملح، ونتلاقاو بعد الفاصل باش نفاصونيو كيف كيف. عاودنا ولينا ليكم مشاهدينا، ما راكم تشوفوا حليت لاباط هنا تحلوها، شوفوا مرقيقه مخشينه شويه شويه. فوالا هاي ليك، وتجي لاباط ايلاستيكي ما تتقطع ما والو. واش نروح ندير هنا لافقس. هنا كانت عندي هذاك السلق، انا كنت سبقت ودرتكم باش يكفيني الوقت، درت على هذا الشكل هامليك دي بوده. واش نروح ندير هنا السلق تاعي، كنت زدت له انا شويه فرماج، ومن بعد واش راني حندير دوك نمشيها هاد شويه. فوالا هكذا سي نمشيها كامل، ما تعمروش بزاف لانه قد ما تعمروا لاباط خفي لاباط خفيفه راهو حيجيكم ماشي شباب، تما ديرو غير شويه. فوالا دونك هنا واش نروح ندير، عندي لي سلايز هادوما كو ادام. فوالا دونك ندير هنا، كنت خلطت لهم فخوماج درت تشيزي كويستو. دونك هنا نحكم لي سلايز نقسمهم هكا على زوج وندير هكذا، ومن بعد نحكم لاباط تاعي ونبدا نرولي فيها هكذا. فوالا هكا راح تترولا معاكم فاسيلمون، ديروا برك الفرينه في لو بلان دو طافاي تاعكم. ومن بعد هنا واش ندير، هنا نروح نقيس نشوف اسكو يكفيني ولا ما يكفينيش. انا نشوفو المول تاعي، نتوما الا درتو في سنيوه كبيره وحيجيكم سوا سوا. دونك هاكا نقطع الاطراف على حساب المول، وندير هذيك الفتحه نديرها من تحت هكذا. شوفوا كيفاش يجي، وهنا ما تخلوه يخمر ما والو. واش نروح ندير هنا، عندي صفار بيضاء زدت معاه شويه تاع لاكريم فريش وشويه تاع الزيت، بعد يجوني كامل من الفوق هكذا هكذا. نسيي ما نقيش المول باش كيطيب ما يلصقليش هذاك الصفار في المول، باش تعطيكم ريزولتا بزاف شابه هكا. ومن بعد من الفوق تزينوا بجلجلان ولا تزينوا بحبه حلاوه ولا سانوج ولا كيما حبيتوا. فوالا بعد جوني تري تري بيان هكا. نسي هنا ندخل في الاطراف باش يحمر لكم كامل. فوالا ومن بعد واش ندير، ندير سانوج وجلجلان. انا كنت خلطتهم، درت شويه جلجلان محمص شويه ماشي محمص شويه سانوج. فوالا هكا نعمرو تخي تخي بيان، يجي بزاف بنين الكو تاعو ويجي خفيف. فوالا هذا يقولوا له البوراك التركي، دونك هذا هو اللي نشوفوه في تركيا يشربوا به لاتاي وكامل، يجي بزاف بنين. شوفوا عمرته مليح ودوك تشوفوا كي طيب شحال يجي شباب، يجي بزاف شباب. فوالا سي نعمر الاطراف هكا ما ينسقليش كامل. فوالا وندخلو يطيب على 180 درجة ونتلاقاو بعد الفاصل. عاودنا مرحبا لكم مشاهدينا الكرام، بهاد لي غولي اللي درناهم تاع السلق يجو بزاف بزاف بنان، ننصحكم باش تجربوهم وشوفوا كيفاش يجو مفخفخين يجو خفاف. جربوهم وان شاء الله تنجحوا في الوصفه لانها وصفه مضمونه ناجحه بزاف بزاف هايله. ان شاء الله تجربوها ونتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر على قناه البلاد في حصه كوزينه 2.0. بقاو على خير وصحه فطوركم.
شارك واربح معنا في كوزينة 2.0 كل مساء هدايا متنوعة مهدات من قصر البحار، وهذا بالإجابة على السؤال بعد نهاية الحصة في صفحة انستغرام البرنامج كوزينة 2.0. شروط المسابقة: عليكم مشاركة الصفحة مع 5 أصدقاء وتابع الصفحة، والإجابة على السؤال تكون في التعليقات. السؤال يقول: حظ سعيد للجميع. قدم لكم هذا البرنامج برعاية تشيزي. رمضان مع تشيزي، تعرفوا لها. قدم لكم هذا البرنامج برعاية آجل. آجل اللي يهمنا هو أنتوما. قدم لكم هذا البرنامج برعاية بارجو بحار. اللي يعرفوا لها على بالهم باللي رمضان في الجزائر ريحته وحدها، فيه اللمة والمعاونة حضرة، وفيه البنة مع تشيزي دايمة. رمضان مع تشيزي، تعرفوا لها. حقا يوم دلتك انت على المعن كيفاش؟ ندير كامل هاد المال. ما كنتش ضامنة لي الدنيا بهاد القساوة. سمحي لي يما، قلبي ما يحملش. ويدي مساكن وش ذنبهم يروحوا ضحية في الحكام. بنتي فكينا من المسلسل ديالك مع آجل رغوت فريها. سائل الأواني آجل بالقوة الفعالة يزيل الدهون بسهولة. آجل سهلة ما تصعبهاش. استفيدوا من العرض الخاص لشهر رمضان الكريم. ياسين وش بيك؟ راك تبان مقلق هاد اليامات. بيان سور مقلق، كنا في داري ما لاباس علينا، فريجيدار كاين، كويزينيار كاين، كلش كاين. دوكا بحكاية الكرا تاعك هادي ما كان والو. دوك نقول لك، الصباح جابولنا في الخدمة بالي دو بحار. شنو هذا بالي دو بحار؟ يديروا لا فونت بار فاسيليتي. تاع الكويزينيار وكلش. وي مليحه هادي. معليش كويزينيار ولا فايس هادو تاع الكترومناجي فريناها، ولي مبل منين راح نجيبوهم؟ كيف كيف بار فاسيليتي ثاني. خلاص مالا روحي ديريها انتيا بيسك جاوا عندكم. انا تاع الفايس تاع البونكا ولا ما نروح لهمش، خاطيني جوستومون. يديروا ميم لي بارتيكولي سافجي حكايه لا بونك والكوارد هادي ما كاش. هادي مليحه. وقتاش نروحوا؟ دوك هيا. في قصر البحار خير واختار وعمر الدار.